سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ فيديو جديد، نهار جديد، التتمة ديال لا فيديو السابق. مازال البنات في روينة الوراق. اليوم النهار ديال الاثنين، انا جيت البنات عاود لهاد المدينة اللي خصني نكمل فيها الوريقات ديالي. ان شاء الله نتمنى يا ربي يكون خير. مهم داكشي اللي قالوا لي نهار الخميس هو اللي غنطبقوا اليوم. عطوني واحد الوريقة، قالوا لي غير تجي تبغي تدخلي وريها للسيكوريتي. المهم البنات، انا دابا عاد ساليت، جيت غنعاود لكم داكشي اون ديتاي. كيف ما قلت لكم البنات، وصلت قدام الباب لقيت السيكوريتي، عطيتو هذيك الوريقه. صافي كبغي يعطيني الرونديفو زعما البلاصه، نتسنى النوبه. وهذه قلت له لا، راه السيد اللي دزت عنده نهار الخميس قال لي حتى غير تجي ودخلي في البلاصه. صافي البنات، دخلت لقيت السيد اللي دار معايا مشى يفطر، بقيت نتسناه. صافي البنات، جا شاف داكشي ديالي الدوسي، لقى كلشي مزيان الحمد لله. صافي البنات، درت البصمات. غادي نوريكم الورقه اللي كيعطيونا باش الا كاجاك شي فواياج اورجون ولا هادي كتقدري تسافري بها. ضروري ديك البنات، هذيك الورقه خصكم تحافظوا عليها، الا ضاعت منكم راه مشكله. كيف ما كيعرفوا الناس ديال اوروبا كاملين هذاك الروسي، شي حاجه مهمه بحال يعني ركي وريقاتك هذوك في يدك. المهم البنات، كيعطوكم مده ديال 40 يوم 45 هكذاك باش تجيو تاخذوهم. صافي البنات، يعني انا اوراقي القدام راهم باقين عندي، واخا دابا راهم موافين، ولكن ماشي مشكل. المهم راه كيرطوهم ليكم، ما كيشدوهمش. صافي البنات، هذه هي الوريقه اللي عطوني. كيف ما كتشوفوا، عطوني نهار 29 في شهر 7 نمشي ناخذهم ان شاء الله. ودابا البنات راه انايا مازال باقا بلا فطور، غادي تمشيو معايا باش نفطر. فين ما كنجي لهاد المدينه البنات ضروري كنبغي نفطر بتشوروس. الناس ديال اسبانيا راه عارفين كلشي كيحمق على تشوروس. غادي نمشي البنات نفطر، هو اللوان قاد المزاج ديالي، وبحكم كاينه الحراره البنات غنحاول ناخذ شي حاجه هكذا بارده. مهم هانتوما معايا نشارك معكم كل شيء. شكرا ليكم بزاف، نتمنى تدعموني وتبارتاجيو لا فيديو باش تكون هكا شويه المشاهده. هانا جيت البنات هنا، غادي ناخد جرانيسادو. هذا جي هكذا بحال ليمون وفيه ثلج، مهم كيجي زويون. هنا البنات جيت ناخد شورو، قال لي واخا هكا واجد، قال لي تسني حتى غادي نخرج واحد اخر سخون. مهم باقي سخيخنا البنات، هانتوما فطير كيشهي اللي كتوحم تسمح ليا. كيف ما قلت لكم البنات، غادي نجلس وغنفطر وغنتصمت لهاد الفطور مزيان. انا جبتكم معايا البنات البريمارك. المهم انتم كتشوفوا هاد التيشيرتات كاينين، هادو حتى هما بحالهم في لورانج. هادو الثمن ديالهم كيدير 2 اورو البنات. هادو كاملين البنات فيهم الفوق، هادو كاملين كيديروا 2 الاورو. الشكل ديالهم كيفاش كيتلبس هما هادو البنات، كاينين في البيض في الكحل، كاينين على شكل هكا. المهم 2 الاورو كاينين حتى هاد الكساوي، كاينين هادو على هاد الشكل هكا، وكاينين هادو بيضين سامبل، وكاينين هادو بالكم. تمن البنات كيديروا 14 اورو. المهم راكم عارفين الصيف دابا، جايبي الحويج هاد الشكل عاوتاني ديال الكساوي البنات. الثمن ديال هادي البنات 18 اورو، كاينه في الابيض، كاينه في البيج، كاينه في لورانج، وكاينه في الزرق. المهم البنات انا ما نسيتكمش، راه كنوريكم الجديد البنات. المهم البنات، هادشي ديال البحر هانتوما كتشوفوا الثمن دايرين 5 الاورو.
هادو البنات كيتلبسوا بحال الكاش مايو، ما كيبغوش يلبسوا المايو بوحدو. الثمن ديالهم 15 اورو. كاينين هاد السنيدلات البنات الثمن كيدير 6 الاورو. وهاد الشيء البنات ديال البحر الثمن البنات 7 الاورو. وهاد الساك حتى هو كديروا فيه داكشي ديالكم ديال البحر، الثمن ديالو البنات كيدير 8 اورو. هاد الشكل ديال المايو حتى هو الثمن ديالو البنات 14 اورو. ها هو تيبان لكم كاين هاد المايو حتى هو البنات زويون. كاين هاد الشكل ديال هاد السنيدلات كيديرو 8 الاورو البنات. وكاين هاد الساك هذا حتى هو ديال البحر. كاين هاد الشكل هذا، كاين هاد الشكل اخر. المهم كاينين مايوات البنات كيحمقوا. هاد السنيدلات هكا ديال البحر حتى هما مدخلينهم بزاف. هاد الساك هذا هانتوما البنات الشكل ديالو كيفاش كيتلبس وريتو لكم. هذا شكل اخر البنات ديال السنادل هكا، الثمن ديالو 8 اورو. هذا شكل ديال مايو اخر، هذا البنات كيتلبس فوق المايو بحال هكا، الثمن ديالو كيدير 15 اورو. وكاينين هادو البنات حتى هما ديال البحر مايو. مويا البنات غير مايوات غير التبحرات. هاد السنيدلات حتى هما البنات كيديروا 8 الاورو. كيف ما قلت لكم داخلين داكشي ديال البحر بزاف، شكل ديال المايوات اخر. مدخلين بزاف الاشكال البنات، سيكان البنات هانتوما. هاد السيكان البنات كيديرو 8 اورو. وهادو السراول ديال سبور البنات كيديرو 5 الاورو. هاد الجويه ديال داكشي ديال سبور، هنا داكشي ديال سبور البنات، هنايا داكشي ديال المكياج، كلشي هادشي ديال المكياج. هادو الثمن ديالو كيدير 11 اورو. هاد السبرديلات البنات الثمن ديالهم كيدير 14 اورو. المهم البنات غير اللي بانت لي كنحاول نبارطاجيها معاكم. كاينين هادو تيشيرتات كيديرو 6 اورو تيشيرتات البنات. وهنا البنات غادي نحضر معكم واحد الفخيضات ديال الدجاج بحال الدجاج ديال كينتاكي البنات، كيجي لذيذ بنين واعر بزاف. خليكم معايا باش تشوفوا الوصفه والطريقه، جربوها غادي تعجبكم وغتعجب حتى وليداتكم، كيحمقوا عليها الصغار والكبار. المهم البنات ها نتوما كتشوفوا المقادير، غنبارطاجي معكم كل شيء. اول حاجه كنديروها البنات هي الدجاج ديالنا، كنكونوا غسلناه مزيان مزيان. كيف ما كتشوفوا الطريقه في لا فيديو، كنجيبوا شي هكا شي بابيل ديال المطبخ ولا ورق المطبخ وكنشفوا مزيان. ابري كنجيب واحد لا فورشيت وكنمعكو، كنحاولوا ندخلوا ديك لا فورشيت في اللحم ديال هكا الفخض باش كتدخلهم العطريه وكيدخلهم الطياب هكذا بالزربه. المهم البنات
نكملوا العمليه هكذا حتى كنساليو الفخيضات ديالنا كاملين. المهم البنات راكم عارفين الدجاج باش يجيكم بنين ضروري تغسلوه مزيان، ما تبقاش فيه ديك الزفوريه، ويكون ناشف ناشف ما يبقاش فيه داك الماء باش ما كيجيش هكذا كما عارفين بلا ما نشرح لكم. المهم يتغسل مزيان، تحيد منه الزفوريه ويتنشف، وديروا له الفرشيطه هكا تمعكو باش يدخلوا الطياب ويدخلوا العطريه. هنا البنات كنحتاجوا دانون مسوس كيف ما كتشوفوا في لا فيديو، هذه هي التتبيله او الترقيده اللي غادي نرقدوه فيها وغادي نخليوه. هنا البنات كنحتاجوا عصير ديال الحامض هكذا واحد نص حامضه، وفي العطريه البنات كنحتاجوا البزار، كنحتاجوا التحميره، الخرقوم، مليحه كيف ما كتشوفوا. هنا البنات كنزيدوا الهريسه كتبقى اختياريه، كنزيدوا البنات واحد 3 المعالق ولا 4 ديال الحليب حتى هو. هنا كنميلونجيو داك المقادير كامله اللي درنا. المهم غير كتشوفوا راه غير المنظر، ما نعاود لكم شي، يا سلام كيتشهي هاد التتبيله كيجي لذيذ. كتجيبوا البنات هذاك السولوفان كنغطيو به هاد البلا ديالنا، كنخليوه ميم با جو سوي، الى عندكم الوقت خليوه حتى اكثر، ما تدخلوش للثلاجه البنات خليوه غير برا. المهم البنات خليوه مرقد باش يجيكم لذيذ وبنين مده جو سوي او اكثر، مهم على الاقل جو سوايع. هنا البنات بعد ما دازت المده ديالنا كنجيبوا واحد البيضه، قبل ما كنديروه في البيض ضروري كندوزوه في لاشابليغ، عاد كندهنوا بالبيض وكنعاودوا نديروا لاشابليغ وعاد كنعاودوا ندهنوا بالبيض، كنعاودوا هذه الطريقه جوج المرات. كيف كلشي مشروح في لا فيديو البنات، المهم ساهل ما نتمنى تجربوه. هنا كيف ما كتشوفوا البنات صافي ها هو خرجناه من الفران، كيجي لذيذ بنين بزاف، كيحمقوا عليه الصغار والكبار بحال اللي كيتباع في المحلات. شكرا لكم، هنا كتكون لافان ديال لا فيديو، الى فيديو مقبل ان شاء الله. شكرا لكم.